نحيي قواتنا الأمنية بجميع تشكيلاتها، وهم يحققون الانتصارات الكبيرة في معركة تحرير الفلوجة. هذه المعركة التي ستكون لها آثاراً إيجابية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في العراق. وأثمن جميع المواقف العربية والدولية الداعمة لمعركتنا ضد الإرهاب والوقوف بجانب العراق وهو يخوض هذه الحرب الضروس. في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة، فإن واقع الحال يتطلب من الحكومة العمل الجاد لمعالجة الواقع التنموي والخدمي في البلد، ومثل هذه المعالجة تتطلب إرادة سياسية قوية تمكن الحكومة من المضي في عملية الإصلاح الجذري وتصحيح المسارات الخاطئة وصولاً لتحسين مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي. فقد تمكنت وزارة التخطيط من إنجاز مشروع إدارة التنمية في العراق IDMS للتعامل مع المشاريع الاستثمارية، بدءاً من توزيع التخصيصات ضمن الموازنة ومتابعة آلية التنفيذ وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية التي تساعدنا على إدارة هذه المشاريع، بما في ذلك رصد المؤشرات عنها وربطها بأهداف خطة التنمية. إذ قامت وزارة التخطيط بإعداد مجموعة من الوثائق القياسية وفقاً للمعايير العالمية، وأصبحت هذه الوثائق نافذة وعلى مؤسسات الدولة كافة العمل بموجبها، بعد أن أكملنا جميع متطلبات التطبيق المتمثلة باستحداث مكتب للدعم والإسناد وتدريب الملاكات على كيفية تطبيق الوثائق القياسية الخاصة بالتعاقدات العامة.